لفتني هالتعليق على هالصور يلي نشرتيهم على انستغرام وكتبتي الشر انولد معنا، الشاطر هو اللي بيشيله جواته وبيبقى عم يغذي الخير والخير وبس. نسبة الشر اليوم بالوسط الفني قد ايه من 10؟ بس لحتى اعلق، هذا هي الصوره من وصايا الصبار، صح، مسلسل اشتغلته مع سمير حسين وعبد المنعم، هني مجموعه صور، هن عن مسرحيه شكسبير ماكبث، ويعني مثل ماكبث وليدي ماكبث بس صح بهذا الزمن، وبناء عليه قلت حكيت عن الشر وهدول القصص. قد ايه نسبه الخير بالوسط الفني ولا الشر؟ مثل نسبته عند بقيه البشر. بأمل عرفة وين استخدمت الشر الموجود فيك؟ بالحياة ولا مرة. وبالفن؟ بالفن أكيد. وين؟ الشر الحلو، الشر اللي له علاقة باللعبة تبعك، بمساحتك، لما أنت عم تشتغل، عم تصور، عم تعمل لحظة، بتعرف سلفاً أنه هي على الورق صعبة مكتوبة، فأنت بدك تترجمها بأدواتك أنت بعد ما تهضم كل الحوار والحدث اللي عم يصير. الليلة نسبة الشر جواتك قد إيه؟ الليلة؟ بهالحلقة. هلا أنا بقول لك 100% لأنك عم تخبي عني أخبار. لا والله أبداً. طيب أوكي، إذا هيك شر أوكي أنا بلان. النجمة أمل عرفة رح نحكي عن أعمال البيئة الشامية ورح نوقف على محطات عدة بمسيرتك وإذا بدك شريط حياتك، ولكن بعد أول فاصل إعلاني. كافيين معكم مشاهدينا كتاب الشهرة الخاص بالنجمة أمل عرفة، أهلا وسهلا فيكي مرة جديدة. أهلا وسهلا فيكي. من سوريا للبنان. أهلا وسهلا. محطة جديدة، أعمال البيئة الشامية. كان لك عدة مشاركات بأعمال البيئة الشامية، حمام القيشاني، الخوالي، أولاد القيمرية، وغبتي لفترة زمنية طويلة لترجع تطلع علينا برمضان المقبل بمربى العز، حارة القبة، وحارة القبة وزقاق الجن. وزقاق الجن، ثلاث أعمال. ليه هالقد طولتي لترجع تطلي فرد مرة بثلاث أعمال؟ هو مو خيار ممثل علي الحقيقة، يعني هو كيف بينعرض عليك وكيف بتوافق أو ما بتوافق. وسأبت هاي السنة الناس مفكرة أنه ثلاث أعمال شامية أنا شغلتهم هاي السنة. السنة الماضية عاملة حارة القبة الجزء الثالث يلي بده ينعرض برمضان إذا الله راد، وأنا إخلاص شخصية عشقتها، يعني ليه؟ عشقتها أنا وعم بشتغلها. في شخصيات ليك مثل البني آدمين، الشخصية اليوم لما أنا بشتغلها مثل بني آدم، في بني آدم بتحبه هيك دونا عن البشر التانيين، ما بتعرف السبب. وشفتي هالأمر كمان بخان الحرير؟ أكيد 100%، يلي هو عمل حلبي 100% بالجزء الأول والثاني، تأليف الأستاذ الروائي نهاد سيريس وإخراج الأستاذ، بتقولي تكرست نجوميتك بهالعمل. تحية طبعاً. لا تنسى أنه فضة متكامل بالنسبة لي، يعني كان فيه غناء ورقص وتمثيل، جمعتي يعني كل مواهبك بعمل واحد. ما كانت سهلة علي القصة. يقال إنه أعمال البيئة الشامية أصبحت تجارية وما عم تنقل واقع البيئة الشامية أو البيئة السورية 100%، شو تعليقك؟ البعض منها نعم أكيد. البعض منها عم ينعمل، أكيد ما فيني سمي علي بليز، ما يعني البعض منها أكيد الاستسهال، إنه عنا التياب المستودع، عنا الأكسسوار، عنا الديكور، عنا هي جيبوا فلان جيبوا فلان، بيشتغلوا بتنباع هي الأعمال. بس اليوم ليه النجوم والنجمات ما بيثوروا على موضوع انه هالاعمال يلي بتنتمي للبيئه الشاميه ما بتشبهكم، ما بتشبه واقعكم، عم تصدر صوره خاطئه؟ ليه هالغموض والسكوت؟ هلا لانه في صوره سوريه قبل صوره النجم. صحيح 100% معك حق. هلا اللي صار انه بدايه الحرب بسوريا صار في مشاكل بالبيع، لان اليوم انت ككاتب، وانا واحده من الناس اللي بتكتب، أنا كل ما بقعد ورا مكتبي بدي أكتب فكرة موجودة عندي، بكتب بكتب بكتب، بعدين يا ديليت يا أما بشق الورق، أنا بكتب بإيدي. ليه؟ لأن صعب اليوم تحكي على عمل سوري ما تحكي عن الشارع السوري بكل ما حدث فيه من انشقاقات وصراعات والأسى اللي عم نعيشه، لأسباب سياسية، لأسباب حصار، لأسباب العلاقة بالمجتمع السوري نفسه. قلتي انه اليوم ما فينا ننقل الواقع السوري بسبب ما بينباعوا عربي، فينا ننقل الواقع السوري اليوم الرقابه بتضر؟ لا لا لا، مو رقابه، انعمل بسوريا اعمال خطره وكبيره واخذوا موافقه من الرقابه على حد مثل علمي. شو؟ على حد علمي ما بعرف، اعطيني اسم عمل. مالي متذكره بالضبط، بس اظن انه في اعمال تنفذت، دقيقه صمت مثلا تنفذ بسوريا كله.
كيف الرقابه كانت موافقه عليه مثلا على حد علمي. هلا بس شو صار بعدين بتناول شيء حساس ما تدخلني بهي الاقنيه. مينيموم انا ما اشتغلت فيه، لو اشتغلت فيه هعرف جاوبك 100%. الرقابه واحده من مشاكلنا طول عمرنا، مو بس هلا، مو بس لانه صار عم نحكي بسوريا. ايه بالضبط. والرقابه بنفس الوقت نحن بنعمل لوحات ببقعة الضوء، يمكن الناس مع بعضها بالشارع بيخافوا يحكوا الحكي يلي بنحكيه ببقعة الضوء مثلا بلوحه من اللوحات، والرقابه بتوافق وبتهز راسها وبينبسطوا. فاذا خلينا نشيل الرقابه على جنب لانه هي قضيه اشكاليه بحد ذاتها. الشق الثاني اللي قلت لي اياه انه ما في كاتب بيقدر يحكي عن الواقع السوري، معبى كتاب بيحكوا عن الواقع السوري بس. كيف طلع غدا نلتقي؟ بس شو غدا نلتقي عمل عظيم، عمل عظيم حكى عن الحرب السوريه بطريقه والمهجرين بطريقه رائعه. كيف طلع موطني، ثلاثيه موطني؟ غدا نلتقي طبعا لرامي حنا، موطني لصفوان نعمو كاخراج. كيف طلع ضبو الشناتي مثلا لليس حجه بقلب الشام، صورنا كنا عم نحكي على انقسام الشارع السوري، بس وين تسوقوا هدول؟ انا عم بحكي عن التسويق. اليوم المحطات بيهمها بالدرجه الاولى مساله الترفيه، انت انترتينمنت، ارضاء المشاهد، انترتينمنت، انت بدك تدلع المشاهد بس. اليوم انت كاتبه ومنتجه قاعده بوجهي، بدك تعملي عمل بيعكس الواقع السوري. ضحكتي يا ويلي؟ لا ضحكت، شو ضحكت؟ خطر على بالك يا ويلي على الشيء اللي صار هذا كله؟ على الشيء اللي صار ولا عنوان بكفي الحقيقه. بس هلا هلا مضطره تختاري اسم. تغريبة سورية. تغريبة سورية اكيد. ونط على السؤال اللي بعده.